السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع في توقعات الكانتي اللي غادي يكون في الكانسورمير. المسافة ديالو 2000 متر، وغتكون في البيست صابل في بري ديال الكانسورمير، وغيكون تيران ستاندر. بالنسبة للخيول المرشحة ديال لاكورس اللي غيكونوا بالفيرجيل، يعني كاين سايس كوشينكو، وغادي يكون رقم 9 لورينزو دي ميديسي كذلك، وغيكون رويال رايد رقم 10، وكذلك بوسيو اللي غادي يكون كذلك من الخيول اللي غتكون في الفافوري. يعني لي كاتر برومي حاليا كما كنشوفوا ثلاثة خيول بالفيرجيل، كوشينكو رقم 16 لي ستيفان باسكي وكريستوف سوميو أليكسيس بوشا وسيلفيان رويس وماكسيم غيو غيكون كعود 5 فافوري، وكات سانت هايلر كذلك كعود 6. هنا كيدخل لينا الكنز كعود 3، والست كعود 8، والطريز كعود 9، والاه كعود 10 كما كنشوفو سيليستين من الخيول اللي غيركب عليها كريستيان ديميرو، وكذلك الويت ووف وسويس بانك وبيمر بيمر تان، يعني ولا ميهون ولا غادي طالع شوية في الكوتاج، واندريا سيبورك غادي يكون من بين. هنا كيدخل لنا راسكاليون رقم 11 وماكس فيرس رقم 6، واغلى الخيول في لاكورس جاكسون. غادي نحطو عليه واحد العلامة الاستفهام لانها كورس ريفيرونس مع 7، دخل في الوزن مع 13 ومع 12، الى ما كان لا 12 لا 13 ربما غيقدر يكون هو حتى الباسي كيجي اغلى الخيول في لاكورس، اغلى الخيول في لاكورس، اغلى عود في الكورسا كان ديال الين بينيسيس بنجامان ماغي تشو تانكيو، اغلى عود. وثاني اغلى عود كان هذا العود هو ميلهايمر بير سيلفيان رويس. إذن كورس ريفيرونس في 10 غانيون 6 كاتريام و 13 5 6 كاتريام و 12 غانيون و 6 كاتريام و 7 6 و 4 غانيون و 13 5 و 9 0 و 6 0 و 5 0. اتونسيو اخوان، هاد لالين بالنسبة للاختيارات اخواني الكرام، 5-16-1 5-16-2 كيبقاو لي يشوفو اسوي في خلال 15 و 13 و 9 و 4 و 10 و جرون اوتسايدر ديال لاكورس هو جاكسون رقم 14. اللي بغا الاخوان يختار مثلا واحد العود عندك بسوكر مثلا الكنز، غدير الكنز وتحيد اكس وتخليه هو تما ودير اكس وترجع دوك. عندك 13 غالبا غتكون عند كنز او لطريس، غالبا غتكون عند الكنز او عند طريس. هذا ما كان اخواني الكرام، تحياتي للجميع، صباحكم بروك، مع السلامة، فيديو قادم بإذن الله.